السلام عليكم. يبدو أن آمال التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر تتلاشى تدريجيا في ظل إصرار نتنياهو على تحقيق كل أهداف الحرب التي فشل فيها وسقط في المستنقع الفلسطيني، وألقى ظلالا من الشك على إمكانية نجاح الجهود الدولية المبذولة لإنهاء تلك الحرب قريبا. نتنياهو أكد إصراره على استكمال الحرب وأنها لن تتوقف حتى تحقيق النصر وتصفية حكم حركة حماس في القطاع وإعادة جميع المحتجزين حتى لو استغرق ذلك وقتا بحسب وصفه. من جهتها اتهمت حماس إسرائيل بأنها تواصل سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعلت في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته. مراقبون يرون أن أمل التوصل إلى اتفاق اصطدمت برغبة صقور الحكومة الإسرائيلية الراغبين في استمرار الحرب حتى القضاء على حماس، مستشهدين في ذلك بتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي، والتي قال فيها: هذه صفقة سيئة، نريد صفقة استسلام لحماس وليس لنا. صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت في افتتاحيتها إنه يتعين على إسرائيل قبول اتفاق الهدنة في غزة وأن توقف تخريب نتنياهو لهذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي جو بايدن رأى أن لدى الطرفين والوسطاء فرصة لإنهاء الحرب في غزة، وأقر بأن القضايا التي يتم التفاوض بشأنها من أجل وقف إطلاق النار صعبة ومعقدة. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: لماذا كلما تحدث الوسطاء عن قرب الوصول لاتفاق تتصاعد مجازر نتنياهو بحق المدنيين؟ ما هي فرص الاتفاق لوقف الحرب؟ وهل ينجح نتنياهو في إفشال الاتفاق كما يخطط له؟ وما هي طبيعة الخلاف بين الوفد المفاوض ونتنياهو؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان: المجازر في غزة، هل لإفشال الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه؟ سيكون معنا ضيفا عبر سكايب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر الدكتور أديب زيادة. دكتور أديب، مرحبا بكم. أهلا بك يا أخي، مرحبا، حياك الله. وعبر سكايب الخبير في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي. أستاذ عليان، مرحبا بكم. مساء الخير لك ولجميع المستمعين وللدكتور أديب، حياك الله. وسينضم إلينا تباعا عبر الهاتف الباحث والمحلل السياسي إياد القرة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثراء دارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. أهلا بكم من جديد. وبضيوفنا الكرام نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب المجازر في غزة، هل لإفشال الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه؟ أجدد الترحيب بضيوفنا. سأبدأ معكم دكتور أديب زيادة.
لنبدأ من الوضع الميداني قبل الدخول في موضوع المفاوضات ومن الذي يتسبب بعرقلتها. يعني كما تعرفون ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38,794 شهيدا، أيضا 89,364 مصابا منذ 7 تشرين أكتوبر الماضي، حتى طبعا هذه الحصيلة حتى ساعة إعداد هذا البرنامج. بداية دكتور، كيف تنظرون إلى هذه الحصيلة، إلى ما يؤشر ذلك؟ هو في الحقيقة لنا أن نتطلع إلى هذه الحصيلة من ثلاث زوايا: الزاوية الدولية والزاوية الفلسطينية والزاوية الإسرائيلية. من الناحية الدولية حقيقة هذا عار على المجتمع الدولي عموما، عار على المجتمع الدولي أن تكون هناك إبادة تبث على الهواء مباشرة منذ حوالي 10 أشهر الآن، يقتل فيها هذا العدد المعلن عنه، وبالمناسبة هذا رقم المعلن عنه من وفق المصادر الصحية في قطاع غزة، لكن الذين قتلوا بشكل غير مباشر كما أوردت ذلك تقارير عدة صدرت دوليا تتحدث عن حوالي 200,000 فلسطيني الآن، إما بشكل مباشر أو غير مباشر هم قضوا نحبهم جراء هذه الحرب المجنونة في قطاع غزة. دوليا نحن أمام مجتمع دولي يمارس الصمت، يمارس حتى من زاوية المجتمع الغربي تحديدا أوروبا وأمريكا تدعم بشكل صريح وواضح، وبالأمس فقط أمس البرلمان الأوروبي يرفض مناقشة قضية قطاع غزة في البرلمان الأوروبي على اعتبار، وهذا ضوء أخضر لإسرائيل أن تمضي قدما في معركتها. الإدارة الأمريكية تدعم باتجاه المضي قدما أيضا من خلال تزويدها بالقنابل، تزويدها بالسلاح، ولذلك من هاي الزاوية نحن نتحدث عن عار يجلل المجتمع الدولي. من الزاوية الإسرائيلية نحن نتحدث عن نازية غير معهودة على الساحة الفلسطينية وعلى وفي إطار حتى الصراع العربي الإسرائيلي. النازية التي تتبدى في المجتمع الإسرائيلي، وهي ليست نازية فقط مرتبطة بشخص نتنياهو كما يحاول البعض أن يشير إليه. القضية متعلقة في المجتمع الإسرائيلي، هو مجتمع متطرف، مجتمع يميني يميل باستمرار إلى الدموية، ويفهم لغة أن يكون أو لا نكون، بمعنى أن تكون معادلة صفرية، إما نحن أو إما هم، ولذلك تجدهم يدعمون نتنياهو حتى اللحظة، وهناك نسبة عالية من المجتمع الإسرائيلي تدعم هذه الحرب الإجرامية التي تساق في غزة. طيب. ومن الزاوية الفلسطينية نتحدث عن صمود، حقيقة صمود أسطوري لهذا المجتمع الفلسطيني الذي قدم هذا المستوى من التضحيات وقدم هذه الآلاف من التضحيات، وهو لا زال صامدا على أرضه رافضا مغادرة هذه الأرض ومصرا على أن يبقى في خيمته حتى على أنقاض بيته. طيب. ولذلك للصورة حقيقة الزوايا عدة، بعضها متداخل مع بعض الآخر. طيب أستاذ عليان، أجدد الترحيب بكم. ندخل في موضوع المفاوضات ومن يعرقل المفاوضات. من الملاحظ وحسب ما تتناوله وسائل الإعلام أنه كلما تحدث الوسطاء عن قرب الوصول إلى اتفاق، نلاحظ أن تتصاعد مجازر نتنياهو بحق المدنيين الفلسطينيين. ما هو الهدف والغاية من ذلك، من هذا التصعيد وهذا الإجرام العدواني المستمر على قطاع غزة؟ كلما سمعنا أن الأمور في طريقها إلى الحل تتصاعد هذه المجازر. أنا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. في سياق ما تفضلت به، أنا لا أعتقد أن الجزاء المجازر بحق الشعب الفلسطيني توقفت إن كانت ازدادت كون هناك مفاوضات أم لم لا تكن هناك مفاوضات. المجازر متواصلة منذ 10 أشهر بحق الشعب الفلسطيني، وهي تأخذ أبعاد مختلفة بين مرة وأخرى. وهناك رؤية في إسرائيل تقول أن حركة حماس وافقت على إجراء عملية تبادل أسرى بالمرة الأولى، أي بعد 51 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نتاج الضغط العسكري ونتاج القصف العنيف الذي مورس بحق قطاع غزة برا وجوا وبحرا. وما زالت هذه الرؤية هي سيدة الموقف. الجديد في هذا الموقف أن الهجمات الإسرائيلية بدأت تسير باتجاه مراكز الإيواء التي يتواجد فيها المواطنين الفلسطينيين العزل
الذين لا يملكون لا ماء ولا غذاء، وفما رأيك بالأسلحة؟ أعتقد أنه الهدف النهائي لدولة الاحتلال الإسرائيلي أولا هو الضغط على حركة حماس من أجل أن تلين، حسب ما تدعي المصادر الإسرائيلية، أن تلين من مواقفها. لكن الأخطر في هذه الهجمات هي أنها تذهب باتجاه زيادة والضغط باتجاه انعدام مصادر الحياة في قطاع غزة. الهجمات التي تمارس اليوم في قطاع غزة تمارس بطريقة، أولا هي تهدم وتدمر ما لم يدمر في الهجمات السابقة، والأمر الآخر هو أنها تدمر مصادر الحياة مثل أبار المياه، مثل مخازن الأغذية، مثل مراكز الإيواء. وبالتالي هو الهدف النهائي هو دفع الفلسطينيين باتجاه تفريغ شمال قطاع غزة باتجاه الوسط والجنوب. لذلك أنا أعتقد أنه إسرائيل من وراء الهجمات هي ترغب بتحقيق هدفين: الأول هو الضغط على حركة حماس، والثاني وجعل على الأقل في المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة تحويل شمال قطاع غزة من منطقة قابلة للحياة إلى منطقة منعدمة الحياة، وبالتالي تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة. وبالمناسبة الكثير من الإسرائيليين والمستوطنين وضعوا مخططات لاستيطان هذه المناطق، وقد نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة الفلل والشواطئ وما شابه من المشاريع الاستيطانية التي يرغبون في إنشائها في شمال قطاع غزة. لكن كما أشار ضيفكم الكريم من قطر، أعتقد أنه حالة الصمود التي يبديها الفلسطينيين دفعت الكثير حتى من الخبراء والمفكرين في إسرائيل إلى دعوة الجمهور الإسرائيلي الصبر والصمود ولو بدرجة قليلة جدا تساوي 10% من الصمود الذي يبديه مليونين فلسطيني بدون أكل ولا ماء ولا غذاء، مقابل وجود 120 أسير أو محتجز إسرائيلي في قطاع غزة. أعتقد أنه الأمور تسير بهذا الاتجاه، وأعتقد أيضا أنه هذه الحرب لن تتوقف، لا إذا صارت صفقة تبادل ولا إذا حتى ما حصلت هذه الصفقة. طيب دكتور أديب، هناك من يتحدث أن فرص الاتفاق على وقف إطلاق النار وبالتالي تبادل المحتجزين تتضاءل كلما مر الوقت. من يتحمل مسؤولية ضياع الوقت وفشل الاتفاق؟ هو في الحقيقة الاتفاق تحمل بشكل أساسي الوزر عدم الاتفاق هي إسرائيل بشكل أساسي، يعني نتنياهو وحكومته والمجتمع الإسرائيلي عموما يتحمل هذه النتيجة، لأنه يعني كل ما حصلت من جولات سابقة، حركة حماس أبدت بشكل واضح وحسب شهادات سواء كان وسطاء أو حتى شهادات من الأمريكان من بعض التفلتات التي حصلت من ناطقين باسم الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض أو المستشاري الأمن القومي الأمريكي، تحدثوا وقالوا أنه هناك إيجابية من تروحات حركة حماس، ولا سيما نحن نتذكر عندما جاء مدير CIA إلى المنطقة هنا في قبل تقريبا شهرين، وعندما أبدت حركة حماس وقالت بشكل صريح وواضح نحن مع خطاب بايدن ومع قرار مجلس الأمن الصادر بهذا الخصوص ومع الاتفاقية بشكل عام، ما بعض التفاصيل التي تحتاج إلى مراجعات. لذلك حماس أبدت برودة واضحة جدا، والمجتمع الفلسطيني عموما يدعم باتجاه هذه الصفقة. لكن الإدارة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو المستوى السياسي بالحكومة الإسرائيلية تحديدا ويرفض هذه الصفقة بشكل صريح وواضح، ويحاول أن يشتري الوقت، يحاول قدر الإمكان أن يسوق لنفسه في المجتمع الدولي بأنه متعاطٍ سياسياً مع حرب مع الأطراف الوسيطة ومع الإدارة الأمريكية ومع فكرة المفاوضات، ولكنه في واقع الأمر هو ضد المفاوضات ويريد المفاوضات فقط من أجل المفاوضات، يريد المفاوضات من أجل ممارسة المزيد من الضغط على حركة حماس وعلى المجتمع الفلسطيني عموما وعلى ضرب البنى التحتية للشعب الفلسطيني وضرب حاضنة المقاومة في قطاع غزة. يحاول أن يشتري وقت من أجل ذلك. لذلك هو يحاول أن يسوق لنفسه سياسيا، يحاول أن يوحي للمجتمع الدولي بأنه يعني
متسايل ومتساهل ويمكن ان ياخذ ويعطي مع فكره المفاوضات، لكن في واقع الامر عندما تاتي الامور لمرحله الحقيقه نجد ان هناك افتراق في المجتمع الاسرائيلي، افتراق في المؤسسه الاسرائيليه، المؤسسه العسكريه والامنيه كونها تتعاطى وفق معطيات تتعلق بالتقنيات، بمعنى هل هناك تأثير لمزيد من الضرب في قطاع غزة؟ هل هناك تبقت أهداف تضرب في قطاع غزة؟ هل هناك من إنجازات عسكرية في قطاع غزة؟ المستوى الإسرائيلي العسكري والأمني وصلوا إلى قناعة بأنه لا مزيد من الأهداف يمكن أن تضرب، ولا مزيد من الإنجازات يمكن أن تحصل. ما تم تحصيله تم تحصيله، وما 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 والقائم حقيقة حاليا هو عبارة عن القتل من أجل القتل. نعم. والإبادة. أما المستوى السياسي الإسرائيلي لأنه حساباته مختلفة تماما، حساباته بأنه إذا ذهب إلى صفقة فمعنى ذلك أن ينفرط عقد الحكومة، كون نحن نعلم أن أصوات المتطرفة اليمينية المتشددة أكثر من غيرها في هذه الحكومة ترفض أصلا فكرة الصفقة، وحتى نتنياهو نفسه يعلم تمام العلم بأنه إذا ذهب إلى الصفقة فهو يعني مصيره بين على الأقل سيكون مجهولا إن لم نكن معدوما من الناحية السياسية. طيب. سيذهب إلى القضاء الإسرائيلي وستتم محاكمته وسيفقد مستقبله السياسي. لذلك في ظل عدم وجود أي ضغط سواء كان من المجتمع الإسرائيلي، ضغط حقيقي من المجتمع الإسرائيلي، وعدم وجود ضغط حقيقي من المجتمع الدولي أو الإدارة الأمريكية أو الأوساط حتى العربية المحيطة بإسرائيل، عدم وجود ضغوط من هذا القبيل تؤدي إلى نتنياهو أن يستبد في موقفه وأن يتمادى في إجرامه وأن يتمادى في صفقته لأبعد قدر ممكن. لماذا 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 يكون نتنياهو يعني في عجلة من أمره ما دام أن استطلاعات الرأي في المجتمع الإسرائيلي تعطيه مزيدا من الأصوات؟ يعني نحن نعلم أنه بعد 9 أكتوبر هبطت نسبة شعبية نتنياهو بشكل حاد جدا. نعم. والائتلاف الحكومي المرافق له. أما الآن فهو يستعيد نسبيا، هو على الصعيد الشخصي يستعيد نسبيا عافيته من ناحية الشعبية وتزداد استطلاعات الرأي في صالحه. لذلك هو ليس في عجلة من أمره. المجتمع الإسرائيلي دموي، المجتمع الإسرائيلي يعني يعجبه كثيرا أن يكون هناك قادة مصرين تماما على القتل وإبادة الشعب الفلسطيني ويستمرئون هذه الفكرة. نعم. ويستسيغون هذه. نعم. الفكرة. طيب. لذلك نحن حقيقة أعتقد أنه المجتمع الدولي بالإضافة للحكومة الإسرائيلية وتحديدا المستوى السياسي يتحمل كم من المسؤولية. طيب. عن هذا الفشل. أستاذ عليان، بمناسبة الحديث عن سيء الذكر بنيامين نتنياهو، كما تعرفون في 22 من هذا الشهر سيتوجه بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وفي 24 من هذا الشهر بعد يومين من تاريخ 22 سيلقي بنيامين نتنياهو كلمة في الكونغرس. ماذا تتوقع من بنيامين؟ ماذا سيلقي من كلمة؟ كيف يعني سيتناول موضوع العدوان الصهيوني على قطاع غزة؟ هل نتأمل حلا جذريا وبالتالي وقف إطلاق النار بعد هذه الزيارة؟ يعني أولا أنا حابب بس تعليق بسيط على ما تفضل به ضيفكم الكريم. نعم. أولا لا يوجد هناك خلاف بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل. هناك تقاسم خطير للأدوار في داخل النخب السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل الحاكمة طبعا، وهذا تقاسم الأدوار يعني في كل مرة يثبت نجاعته وفق الرؤية التي يحملونها لاستمرار العدوان والقتل في قطاع غزة. وسبق أن استخدم هذا الأسلوب وهذه الطريقة أرييل شارون في الانتفاضة الثانية عندما كان يتفاوض مع الأمريكان على ترسيم الجدار الفاصل وعلى وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين، كان يطلب بشكل أو بآخر من أنصار اليمين المتطرف الخروج بمظاهرات للإيحاء للإدارة الأمريكية بأن هناك إجماع إسرائيلي على رفض أي تصورات لا ترضاها الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هو يريد إخراج المظاهرات كي لا تكون هناك معارضة حقيقية من قبل الولايات المتحدة للإجراءات التي كان يطمع إليها. أنا أعتقد أنه بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية يمارسان نفس الضوء، وأعتقد أنه لو كان هناك انسجام ورغبة بين الطرفين السياسي والعسكري بالذهاب نحو صفقة أعتقد كان بالإمكان التوصل إليها، لكن أعتقد أنه عدم رغبة الطرفين في التوصل إلى صفقة تبادل وبالتالي
إلى وقف إطلاق النار هو ما هو سيد الموقف داخل إسرائيل. هناك طيار فعلا يعارض مثل هذا التصور وهم أقلية داخل الحكومة، لكن إذا رغب بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى صفقة أعتقد أن سيكون له أغلبية وستكون له هناك المزيد من المواقف المؤيدة له. هو يذهب بهذا الاتجاه من أجل ابتزاز المواقف، إما ترفض حماس وبالتالي هو يظهر أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام بعض الأطراف المؤيدة له أن الذي يرفض الصفقة حماس وليس هو، وإذا وافقت حماس هي تقدم المزيد من التنازلات. وبالمناسبة هو يعتقد أن الذي أجبر حركة حماس على تقديم التنازلات هي المواقف التي اتخذها هو كمستوى سياسي والمستوى العسكري. هذا هي النقطة الأولى التي أحب أن أوضحها بخصوص الانقسامات بالمواقف بين الطرفين السياسي والعسكري. فيما يتعلق بكلمة أمام الكونغرس الأمريكي، أعتقد أنه بنيامين نتنياهو سيذهب إلى الولايات المتحدة. أولا هو ذهب ليس بناء على رغبة وحبا من الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس الأمريكي الحالي، هاي واحد. اثنين، وذهب بناء على ضغوطات مورست من اللوبيات الصهيونية المختلفة النافذة في الإدارة الأمريكية الحالية ونتاج ضغوط مارسها الحزب الجمهوري. في الكلمة التي سيلقيها أعتقد أنها ستكون كلمة أقرب إلى الكلمات الأيديولوجية، وحدة الأهداف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في محاربة الشر الإسلامي مقابل الخير والنور اليهودي والغربي. هو سيتحدث عن محاربة الإرهاب الذي هو شريك فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وسيتحدث عن أن المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ستكون محمية إذا حققت إسرائيل ما يسمى بالانتصار على حركة حماس في اليوم التالي. وهو سيذهب باتجاه أمر أخير في هذا الموضوع، وهو أنه سيذهب باتجاه محاولة إقناع الإدارة الأمريكية الذهاب نحو حرب باتجاه الشمال، وبالتالي توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إقليمية تكون أطرافها متنوعة ومختلفة. لكن الأهم في هذه الحرب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مشاركة بشكل مباشر كما شاركت بشكل مباشر في العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. دكتور أديب، لنتناول عن استعدادات حماس للمفاوضات. حماس اتهمت إسرائيل بأنها تواصل سياسة المماطلة كعادتها لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات، طبعا مثل ما فعلت في جولات سابقة. تعتقد ماذا أعدت حماس لهذه المفاوضات وماذا في جعبتها أصلا؟ يعني اسمح لي فقط تعليقا على التعليق. أشكرك يا صديقنا العزيز الأخ عليان على التوضيح، لكن حقيقة لا يمكن أن نتجاهل مسألة أن هناك من الزعامات الإسرائيلية الصهيونية العسكرية والأمنية تحدثت بشكل صريح وواضح، يعني وتحديدا جالانت أمس يتحدث عن فكرة أنه الظروف نضجت لعقد صفقة حقيقية مع حركة حماس ويمكننا أن ننجزها خلال أسبوعين إذا وافق نتنياهو. وهو حتى حرض العائلات الأسرى الإسرائيليين أن يذهبوا إلى نتنياهو ويقنعوا نتنياهو بهذه المسألة. ورئيس الموساد ورئيس الشباب تحدثوا بشكل صريح وواضح، ورئيس الأركان تحدث بشكل واضح عن مسألة أنه هناك إمكانية حقيقية لعقد صفقة حاليا وإمكانية حقيقية لإعادة جزء كبير من المختطفين أو الأسرى في قطاع غزة وقبل أن نفقدهم، يعني تحدثوا بهذه الصيغة. وعندما نتحدث عن افتراق بين مؤسسة عسكرية ومؤسسة سياسية لا نتحدث عن مسألة افتراق على طريقة أصحاب الانقلابات في ربما في الدول النامية أو دول العالم الثالث. تتحدث عن مسألة الانقلاب في المؤسسة الإسرائيلية غير وارد أبدا،
لكن بدأت أصواتهم تعلو حقيقة بعد حوالي 5 أو 6 أشهر من الحرب. بدأت تعلو أصوات مؤسسة عسكرية في مسألة أنه إذا أين نحن ذاهبون، بمعنى هل هناك أهداف سياسية حقيقية يمكننا أن ننجزها بهذا المستوى من الاستهداف والقتل على الأرض وعلى في قطاع غزة. هذه المسألة التي أحببت أن أتحدث عنها. طيب. أما مسألة إعداد حركة حماس حقيقة المفاوضات، أنا أخي حركة حماس يعني لديها الآن ورقة قوة تتعلق بالأسرى، وورقة القوة هذه حوالي 120 أسير بين حي وبين ميت. نعم. ولذلك لن تفرط، على الأقل لن تفرط في هذه الورقة أبدا، على اعتبار أنها هي الورقة الوحيدة على الأرض التي ربما تخدع المجتمع الإسرائيلي أن يضغط على حكومته أو أن يدفع باتجاه التأثير على المستوى السياسي الإسرائيلي كي يتفاهم مع حركة حماس على أساس عقد صفقة. أما المستوى الآخر من الإعداد فهو الإعداد الميداني لحركة حماس. حركة حماس حاليا في الميدان ومعها سائر أطراف المقاومة الفلسطينية، سرايا القدس وكتاب علي مصطفى وشهداء الأقصى وغيرهم من الكتائب في قطاع غزة، تشتغل بشكل ميداني قوي جدا، تشتغل بالإعداد وبالمقاومة، تضرب في كل مكان تطلها أيديها، في سواء كان في الشمال في دير البلح في خان يونس في رفح حاليا في الشجاعية في كل مكان، حتى تخرج منه إسرائيل ثم تعود إليه تواجه مقاومة شرسة جدا. والإسرائيليون يعترفون كل يوم بحوالي 20 و15 و10 وبين قتلى وجرحى وما إلى ذلك. إذا هناك مقاومة، هناك إعداد على الأرض أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن بين قوسين لن تفنى وما زالت متجددة. وكما قال أبو عبيدة قبل حوالي أسبوعين في ظهوره الأخير تحدث عن أن هناك الآلاف من الشباب الفلسطيني تجند بصفوف المقاومة سواء كان في حركة حماس أو غير حركة حماس. نعم. على اعتبار أنهم لم يبكوا لهم أصلا، لم يبكوا لهم يعني أي أفق يعني لحلول سياسية أو حلول ربما من قبيل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل 7 أكتوبر. لذلك أعتقد الصمود على الأرض من جانب، صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعم صموده، ثم مسألة الرهائن أعتقد هي أوراق القوة المتاحة حاليا في أيدي المقاومة الفلسطينية. طبعا لا نتحدث عن مسألة المجتمع الدولي حقيقة، ونتحدث عن المجتمع العربي، ونتحدث للأسف عن أوراق قوة أخرى كان يمكن البناء عليها لو استثمارها. نعم. نعم. كان هنا أو هنا. طيب دكتور. لكن هذه ربما يكون لها حديث آخر. أستاذ عليان، وزير المالية سموتريتش علق على المفاوضات يقول بالحرف الواحد، يقول هذه صفقة سيئة، نريد صفقة استسلام لحماس وليس استسلام لنا. هل أن قبول المفاوضات هو فعلا بمثابة استسلام لإسرائيل؟ المجتمع الإسرائيلي مجتمع يعني ليس متنوعا، هو مجتمع تقريبا هو أقرب إلى اليمين واليمين المتطرف. في هذا اليمين هناك التنوع الذي حاصل. أعتقد أن سموتريتش وبن غفير يملكان موقفا مختلفا عن بقية الحكومة الإسرائيلية وعن بقية النخب السياسية والعسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي هو يرى أي تنازل سيقدم للفلسطينيين بخصوص صفقة تبادل الأسرى هو استسلام إسرائيلي. لكن لابد من القول بوضوح أن هناك كما تفضل ضيفكم الكريم هناك إجماع داخل المستويات كافة في إسرائيل باستثناء سموتريتش وبن غفير على الذهاب نحو صفقة. وأعتقد أنه بن غفير وسموتريتش لن يخرجا من هذه الحكومة ولا بأي شكل من الأشكال، حتى لا رغم أنهما يهددان بذلك، لا أعتقد أنهما سيخرجان من هذه الحكومة، لأن خروجهما من هذه الحكومة لن يعيدهما وزراء مرة أخرى، خاصة أن المجتمع الإسرائيلي ونخبه السياسية والاجتماعية تتهم هؤلاء الشخصين بالذات بأنهم يتصرفون تصرفات صبيانية وتصريحات مسيئة ومدمرة إن كانت للأسرى أو تؤدي إلى حدوث انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. لذلك ما يصرح به الوزير سموتريتش لن يكون له تأثيرا كبيرا على سير المفاوضات مع المقاومة بخصوص المحتجزين، لكن المشكلة الأساسية أنا بعتقد أنه في المفاوضات نفسها. المفاوضات مكونة من 3 مراحل،
بالإمكان أن تكون المرحلة الأولى، وهي مع كل التعقيدات التي يجري الحديث عنها والصعوبات التي يتم تداولها إن كان في وسائل الإعلام أو في التصريحات المتداولة بين المسؤولين في إسرائيل، أعتقد أن بالإمكان أن تسير بشكل جيد وسليم إذا توصل الاتفاق إلى طرف. أنا أعتقد أن المشكلة الأساسية والحقيقية ستكون في المرحلة الثانية، وأعتقد أن إسرائيل ستفجر كل هذه المفاوضات في المرحلة الثانية، خاصة أنها ستطالب كما يطالب سموتريتش باستسلام حركة حماس وبتنازلها عن السلطة بقطاع غزة وبنزع سلاحها والكثير الكثير من التفاصيل التي لا أعتقد أن حتى غير حماس يوافق عليها. وبالتالي أعتقد أنه في نهاية الحديث أنه أولاً سموتريتش لا يمثل كل المجتمع الإسرائيلي، اثنين هو لن ينسحب من الحكومة الإسرائيلية، ثلاث بالإمكان أن تنفذ الصفقة بمرحلتها الأولى، لكن أعتقد أن الأمور ستنفجر كليا في الصفقة في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وبالتالي سنعود إلى المعارك العنيفة والعدوان المتكامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. دكتور أديب، دعني أقرأ لكم هذا التحليل الصادر من صحيفة الشرق الأوسط نشرت وبينت. قالت في هذا التحليل، قالت إن نتنياهو يسعى هو وحكومته لإطالة أمد الحرب حتى موعد إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وأن حكومة الاحتلال تأمل عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم لكي تحصل على دعم أكبر من الحليف الأوثق لإسرائيل. هل وجود ترامب في السلطة في المستقبل المنظور سيحقق للعدو الصهيوني ما يصبو إليه أكثر من جو بايدن؟ عموما هو الحزب الجمهوري في وجوده في السلطة ربما يكون أكثر بسبب وجود العديد من العناصر المتصهينة أكثر من غيرها في الحزب الديمقراطي، ربما رغم أن الحزب الديمقراطي لم يوفر جهده في دعم الحكومة الإسرائيلية في حربها ضد الشعب الفلسطيني، بالعكس هو يعني لعب دورا حاسما في هذه الحرب وكان شريكا مباشرا، كان شريكا بكل معنى الكلمة 100% إلى جانب الصهاينة في مسألة الحرب على قطاع غزة. أما مسألة الانتظار حتى ربما الانتخابات القادمة فعلى بالقطع هو يتعامل مع الحكومة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن بنوع من الاستهتار والتغاضي عن حتى مطالباتهم والتناقض ربما حتى مع احتياجاتهم أو مصالحهم حتى الانتخابية ومصالحهم الحزبية وحتى مصالحهم السياسية، يحاول قدر الإمكان نعم يعني في هذه الفترة المتبقية الفترة الضائعة بين قوسين في مسألة الانتخابات الأمريكية، نحن نتحدث عن حوالي 4 أشهر وتحصل الانتخابات، لماذا يعطي نتنياهو لبايدن أي منجز في هذه الفترة وهو على تناقض معه في العديد من المحطات، وهو يرفض حتى سماع كلامه ويرفض حتى التعاطي مع مطالبه. لذلك أعتقد أنه نعم نتنياهو يحاول أن يشتري الوقت حاليا للوصول إلى مرحلة الانتخابات القادمة في الإدارة الأمريكية، وعلى أمل أن يحصل على المزيد من الدعم من هذه الإدارة لكون الطرفين، أقصد الطرف الجمهوري والديمقراطي، متنافسان حقيقة في دعمهم لإسرائيل. لكن لست على يقين بأنه ترامب سيتعامل مع المسألة على الطريقة التي تعامل معها بايدن، خاصة إذا كان المسألة تفاقمت أكثر مما هي عليه حاليا. ربما تدخل هناك عوامل أخرى على الخط، يعني من يضمن أن تكون هناك عوامل أخرى تدخل على خط العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال الأشهر القادمة، إذا خاصة إذا تمادى الصهاينة في مجازرهم أكثر مما يتمادون حاليا، من يضمن أنه هناك عوامل أخرى ربما لا تنفجر في المنطقة، سواء كان في المنطقة العربية أو تكون ردود فعل غربية أخرى على أو حتى يعني من داخل الوطن الفلسطيني عموما، من بحرين نهري في 48 في الضفة الغربية، ماذا الذي سيحصل لا ندري. يعني بمعنى آخر هناك عوامل ربما إذا فعلت وإذا تفاعلت وإذا انفجرت هذه العوامل باتجاه الصدام مع المحتل ربما تؤثر، لكن على صعيد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية
أعتقد أنه نتنياهو نعم يراهن قطعا على مسألة تضييع الوقت الحالي الأربع أشهر القادمات وتفويت الفرصة على بايدن في أن يكون أن يعاد انتخابه أو حتى حزبه يعاد انتخابه لصالح الحزب الجمهوري وترامب. وهو يعلم أنه ترامب يعني هو رغم أنه له سياساته وله شخصيته الفردية في مسألة اتخاذ القرارات، لكن يتأثر بشكل قطعي في من الإستابليشمنت الأمريكية في داخل الحزب الجمهوري، يتأثر بشكل كبير جدا في مسألة العلاقة مع الصهاينة. أستاذ عليان، بايدن يقول لدينا حاليا فرصة لإنهاء الحرب في غزة والقضايا التي يتم التفاوض بشأنها وصفها بأنها يعني صعبة ومعقدة. في هذا الإطار وفي ضوء ما تحدث به الدكتور أديب عن وجود ترامب في سدة الحكم ربما في السنة المقبلة، أستاذ عليان، هل يمكن أن نثق بأمريكا كطرف ضامن بعدم تكرار العدوان على غزة بعد عملية المفاوضات وبعد عملية تبادل الأسرى؟ يعني أنا أتفق مع الدكتور أديب حول رؤيته للأمريكان، وأعتقد أنه مشكلة الشعب الفلسطيني مع الحزبين، الجمهوري الذي قاده دونالد ترامب خلال الفترة الماضية الذي اعترف بمدينة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل وأراد تحويل الفلسطينيين إلى عبيد في سوق العمل الإسرائيلي وفي المستوطنات الإسرائيلية، الذي أراد إفراغ القضية الوطنية الفلسطينية من جوهرها الأساسي وتحويلهم إلى عبيد في السوق الإسرائيلي. وهناك مشكلة للفلسطينيين مع الحزب الديمقراطي الذي يوافق ويشارك على إبادة الشعب الفلسطيني، بمعنى أن المراهنة على الأمريكان بشكل أو بآخر، يعني كما قال الرئيس الراحل المصري حسني مبارك، الذي يراهن على الأمريكان كالعريان. وبالتالي أعتقد أنه الفلسطينيين بشقيه، إن كان السلطة الفلسطينية أو حتى حركة حماس، الطرفين لا يثقان بالإدارة الأمريكية لا الحالية ولا المقبلة. وأعتقد أنه أمام الاختبارات التي وضعت فيها الإدارة الأمريكية أمام الفلسطينيين، إن كان حركة حماس أو السلطة الوطنية في رام الله، والتي يفترض أنها تكون على الأقل شريك للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل القضية الفلسطينية، لم يثبت ولم تبدي الإدارة الأمريكية أي شيء فعل اتجاه الفلسطينيين، وكل ما قدم لهم كان عبارة عن تصريحات وإعلانات. والإدارة الأمريكية الحالية حتى لم تستطع إعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والتي هي أصلا للشعب الفلسطيني، لم تستطع استعادتها وتحويلها للسلطة الوطنية الفلسطينية، فما بالك بأن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد وفرض حلول للقضية الفلسطينية. أعتقد أنه الإدارة الأمريكية بغض النظر هي تفرق الحالية على الأقل، هي تفرق ما بين بنيامين نتنياهو وما بين دولة إسرائيل، هي تعتبر نفسها على خلاف مع بنيامين نتنياهو، لكنها لا ترى نفسها على خلاف مع دولة إسرائيل التي تقوم وتزودها بكل أنواع الأسلحة التي يكتوي بنارها ويقتل بالفلسطينيين بسببها. لذلك أنا لا أتصور لا الإدارة الأمريكية الحالية ولا القادمة ستستطيع أن تقدم الكثير مما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة للفلسطينيين. وقد أثبتت تجارب الأشهر العشرة الماضية أن إسرائيل لا تكترث بالموقف الأمريكي، وكلما رغبت الإدارة الأمريكية برؤية وضع معين في قطاع غزة كانت إسرائيل تقوم بعكس ذلك. وعندما تتصاعد الانتقادات الأمريكية لها تفعل اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة، ما يجبر الإدارة الأمريكية الحالية على الصمت والسكوت وحتى الموافقة وعلى تفعيل آليات الدعم المختلفة. طيب. أعتقد حتى الإدارة الأمريكية القادمة أعتقد أنها ستكون ليست أقل صهيونية من إدارة بايدن. وبالتالي نعم. أعتقد أن الثقة بالأمريكان هي
معدومة، ولا أعتقد أنهم يستطيعون تقديم شيء للفلسطينيين. دكتور أديب، نتنياهو أكد إصراره على استكمال الحرب وأنها لن تتوقف بحسب وصفه حتى تحقيق النصر وتصفية حكم حركة حماس في القطاع وإعادة جميع المحتجزين، ويقول حتى لو استغرق ذلك وقتا طويلا. هذا يعطي انطباع للقارئ أن نتنياهو لا ينوي وقف إطلاق النار، ولكنه فقط يريد تبادل المحتجزين وبالتالي يعاود العدوان على قطاع غزة. هل هذا وارد ضمن المعطيات التي تحدثنا عنها دكتور؟ ليس هناك عليه من ضغط، يعني حقيقة الضغط الموجود على نتنياهو يعني الضغوط ناعمة جدا، لم تمارس عليه أي ضغوط خشنة سواء كانت من الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الدول العربية أو حتى يعني على مستوى المنطقة عموما وداخليا حتى في إطارنا الفلسطيني. إحنا نتحدث عن أن هناك يعني مواجهة ضغوط حقيقية في داخل قطاع غزة على 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 نتنياهو، على حكومة إسرائيل وعلى الجيش الإسرائيلي، ولكن هذه الضغوط لا ترقى إلى مستوى أن تكسر نتنياهو حقيقة، لا ترقى أبدا. يعني ما لم تكن هناك ضغوط خشنة بمعنى عقوبات دولية على نتنياهو وحكومته، بمعنى ربما انفراط عقد التحالف داخل الحكومة الإسرائيلية أو انفجار الموقف داخل المجتمع الإسرائيلي بحيث تصبح هناك يعني ضغوطات شعبية كبيرة بمئات الآلاف أن تخرج إلى الشوارع ضد نتنياهو. ما لم تكن هناك ضغوط من هذا القبيل أخي، ما لم يكن هناك ربما انفجارات في المنطقة العربية، خروج أقصد جماهير العربية للضغط على منظمتها وحكامها وجيوشها ربما ليكون لهم موقف على هذا الصعيد. أعتقد أن نتنياهو يشعر الآن بأنه يتحرك في عالم من الفراغ، يعني هو يتحدث ما يتحدث به دون أن يخشى، دون أن يحسب حساب لا لإدارة أمريكية ولا أوروبية ولا عربية ولا حتى ربما فلسطينية بالمعنى العام الفلسطيني. لذلك نحن حقيقة أمام ورطة كبيرة فيما يتعلق بشخص الآن هو يدافع عن وجوده، يعني الآن هو هذا الرجل وتحديدا وحزبه وحكومته والأحزاب المتحالفة مع كلها حسب استطاعات الرأي الإسرائيلي فيما لو حصلت انتخابات قادمة لن يكونوا في السلطة، يعني سيحصلوا بالمجمل على أقصى حد 50 مقعدا من 120 مقعد، ولذلك هم يتحدثوا ينافحون ويدافعون عن وجودهم، ويدافع عن وجوده السياسي ويدافع عن وجوده القانوني ويدافع حتى عن وجوده داخل السجن أو خارجه، يعني بعد انتهاء الحرب لا نعلم بأين ستؤول به الأمور فيما لو تم حقيقة محاكمته في المحاكم الإسرائيلية. لذلك شخص يتعامل بهذا المستوى من الانفلات من عقاله القانونية والأخلاقية والقيمية والسياسية وفقط مدفوع بمصالح ربما شخصية وأيديولوجية ومتطرفة، أعتقد واحد من هذا القبيل هذا لا نستطيع أن نحكم على سلوكه خلال الفترة القادمة، هل سيكون هناك يعني بمعنى ميل نحو التعاطي سياسيا والتعاطي إيجابيا مع الصفقة أو غير الصفقة. لا أعتقد أننا سنكون بمقدورنا أن نؤكد أنه سيذهب إلى هذا الاتجاه، بل نحن نتحدث حقيقة أنه كل الظروف للأسف كل الظروف المحيطة بهذه الحكومة الإسرائيلية تلعب لصالحها، لصالح نتنياهو، لصالح القسوة التي يمارسها بقطاع غزة، وهو بالمناسبة لا يمارس ضغطا على حركة حماس بشكل مباشر بشكل حزبي وكفصيل أو حتى على المقاومة الفلسطينية عموما سرايا الكتل أو غيرها من الفصائل الفلسطينية. هو يضرب في العصب الحساس، يضرب الفلسطينيين، يضرب المستشفيات، يضرب المدارس، ويعلم علم اليقين أنه لا يقاتل في المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر. هو يريد أن يوجعها من خلال قتل المدنيين، قتل بمعنى ممارسة الإرهاب بأبشع صوره، عندما يستهدف مستشفى، عندما يستهدف مدرسة، عندما يستهدف فيها الأطفال، عندما يستهدف مراكز الإيواء حاليا مقرات الأنور ويستهدفها محطات المياه وغيرها، عندما يستهدف كل هذه القضايا دون أن يكون هناك أي رابط. نعم قانوني. دكتور أو نعم. أي ضغط طيب. قانوني أخي، أي مراجعة قانونية أو حتى ممارسة مجلس الأمن ولقاءاته بين قوسين الرياضة التي يمارسها في جلساته، كلها أخي لا تشكل عامل ضغط على هذا الرجل. ولذلك نحن حقيقة أمام مستوى من الانفلات من العقال يعني غير مسبوق. طيب أستاذ عليان، بقيت لدينا دقيقة أربع دقائق، بدقيقتين لو تفضلتم، يعني المفاوضات القادمة لو
وضعناها في ميزان الربح والخسارة، تعتقد من الرابح والخاسر فيها؟ يعني أولا لا شك أنه إذا جرت صفقة التبادل المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين، أنا أعتقد أنه الشعب الفلسطيني هو الذي سيكسب في هذه الجولة، وأعتقد أنه إخراج عدة مئات أو آلاف من السجناء من ذوي الأحكام العالية الذي قضى منهم ما يقال كثير منهم ما قضى 20 و30 وحتى 40 عاما في السجن هو انتصار للشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني أنا حابب أنوه لنقطة أخيرة، أنه صراعنا بيننا وبين الحركة الصهيونية وبين دولة إسرائيل يعني ليس بالنصر والهزيمة. إسرائيل لا تستطيع أن تحتمل هزيمة واحدة، هزيمة استراتيجية واحدة. الشعب الفلسطيني يقاوم منذ 100 عام ولم يحقق أي انتصار، لكن الشعب الفلسطيني لم ينكسر ولم يعترف بوجود هذا الكيان، وأعتقد أنه عدم انكساره وعدم تسليمه هو أساس الصراع ما بين الشعب الفلسطيني وما بين الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل. وبالتالي أنا بعتقد أنه الذهاب نحو صفقة لتبادل الأسرى هو إنجاز للشعب الفلسطيني، ويعطي نوعا من الراحة والتقاط الأنفاس لشعب تحت القصف منذ ما يقارب 10 أشهر. وبالتالي أعتقد أنه إذا بتم ذلك هو إنجاز مهم للشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه حتى إذا حصلت المرحلة الأولى من الصفقة أعتقد أن الضغوط ستزايد على إسرائيل كي لا تكون هناك جولة أخرى من المعارك والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. دكتور أديب، بدقيقة لو تفضلتم، هل يضمن الوسطاء بعدم تكرار العدوان على غزة في المستقبل؟ هل هناك ضمانات حقيقية دكتور؟ فرز، هذا ما تحاول حركة حماس أن تنتزعه من الوسطاء، سواء كانت تحديدا الأمريكي، أن يعني تنتزع منه يعني ضمانة مكتوبة بأنه يعني هم مستعدين أن يجبروا الكيان الصهيوني على الامتناع عن الدخول في الحرب مجددا. لكن نحن نعلم حتى لو أعطت أمريكا الضمانات، حتى لو أعطى الوسطاء العرب هم ضعفاء في هذا على هذا الصعيد، ولا يستطيعون ممارسة الضغط على إسرائيل حقيقي. أما الوسيط الأمريكي فنحن نعلم أنه أعطى ضمانات مسبقا، يعني سابقا أعطى للسلطة الفلسطينية وأعطى للرئيس الراحل ياسر عرفات، أعطاه ضمانات فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية، وأعطاه ضمانات فيما يتعلق بالموقف الاستيطان وغيرها، ولكن كل هذه الضمانات تبخرت مع الوقت أخي، ولم يعد لا الأمريكي ولا غيره يسأل في هذه الضمانات. لذلك الضمانة الأساسية هو أن يكون لدينا نحن فلسطينيا وحدة وطنية حقيقية على الأرض، كل الفصائل الفلسطينية تجتمع على كلمة رجل واحد، لا سيما في ظل أن الكنيست الإسرائيلي أمس صوت برفض حل الدولتين أساسا ورفض إقامة الدولة الفلسطينية. فعلى ماذا يعول الفلسطينيون تحديدا في السلطة الفلسطينية وحركة فتح على في المرحلة القادمة؟ نحن بحاجة حقيقة أن نراجع كل مسيرتنا وأن نتحد على قاعدة وطنية واحدة تكون لنا مرجعية فلسطينية وطنية واحدة على قاعدة مواجهة الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية. شكرا، لأننا دكتور. وصلنا إلى مرحلة مرحلة لا يمكن أن نستمر فيها على هذا الشكل. كان معنا عبر سكايب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر الدكتور أديب زيادة، شكرا جزيلا لكم دكتور، وعبر سكايب الخبير بشأن الإسرائيلية الأستاذ عليان الهندي، شكرا جزيلا أستاذ عليان. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.